واحد من اخوياي كان شغال سنويا يطلع مع الكشافه يروح يخدم ضيف الرحمن. يا سلام. كان الكلام هذا تقريبا والله يمكن قبل يمكن 11 سنه. الرجل هذا الان عمره 33 سنه. امس اشوفه مصور في السناب طالع لمكه، هو بوظيفه حكوميه، مكلمني قبل تقريبا اسبوع قال انا طالع هناك واخدم. قلت الى الان يعني ماخذ اجازه من وظيفته وراح الى الان والله الى الان قاعد يخدم ضيوف الرحمن تبع الكشاف، وفيها شيء ظهر عن طريق التنميه الاجتماعيه او في شيء زي كذا فيها قطاع ثاني. فكلمني ذيك الفتره قال لي ابغى يعني كان يسولف لي كثير عن الاجواء هناك في الحج وكذا والتفاصيل، وذكرنا قصص كثير ويجي فيه طاقه، يجي فيه راحه، يجي فيه سعاده، مبسوط. فكنت مره اسولف انا والشباب موجودين بمستراحه، احنا خمسه، قلت يا شباب ايش رايكم مشارك؟ قال والله ما تجزم. قلت والله لا تجزم، تم. فرحنا الجامعه، جامعه قصيم وقتها، وسجلنا سوا. قالوا بدي الله محييكم كذا معسكر اخذنا فيه تقريبا اسبوع او 10 ايام. قالوا خلاص موعدنا الانطلاق بيكون قبل شهر 11 بشوي، يعني يمكن مو شهر 11، قبل شهر 12، يعني يمكن تقريبا 22 11 نطلع من بدري قبل الحج مثلا ثلاثة اسابيع او باسبوعين. هو المقصد انه قبل لا يجون ضيوف الرحمن وقبل يجون الحجاج ان تمسح المنطقه كامله، تعرف ممتاز المربعات وتعرف المخيمات وتعرف هذا المربع كذا ومربع كذا عشان لا جاك الحاج يوم من الايام على طول انت حافظ الخريطه من الى. فمرت الايام وطلعنا المكه. عندي سؤال دقيق غير موضوع تطوع بس ما بتكمل اسلم. فطلعنا المكه وقتها وكانت والله تقريبا 14 يوم، يعني تقريبا يعني ذيك الفتره بشكل عام كانت من اجمل الايام الصراحه. يعني الان عندي صور كثير، طبعا ما ابغى افتح الصور. انا عندي تساؤل فعلا. انت قلت قبل شيء انه تروحون قبل فتره طويله مثلا او ما تشوفون يعني المكان فاضي تماما. ايه؟ انت تحفظ المكان، لكن لما يصير زحمه المكان زي ما هو المكان فاضي يختلف. والله اني انا اضيع والله. هذا السؤال والله يا عبد الوهاب. اني اذكر يعني مره جتني عجوز كبيره في السن وحاجه من دوله فلسطين، وكانت يعني طبعا ضايقه وكذا. قلت ما عليك ان شاء الله ترى المخيم قريب. طبعا هم ما يدرون، يعني انا كنت اضيع احيانا وانا معي خريطه. فباك اللي جاء اول مره اول يعني مره وكبير في السن وما هو ما له قدره، يعني هو يعني تلقى يمشي في نهايه المطاف ان شاء الله يكون مخيمي بالشارع هذا، فيلقى المخيم هناك ويلقى نفسه ضايع يعني تفاصيل كثيره. ف يوم تجي انت تشوف دعوي وتشوف تفاصيله وقاعد يسولف معك، وفي بعضهم يعني ضايقت فيه شخص اذكر جمعناها بزوجته، يعني ضايع مثلا من الساعه 2 الظهر ما لقاها يمكن بعد المغرب. ويلا وبحث انتم معكم اجهزتكم عشان تفاصيل. اي طبعا في كل مركز انا ابغى يعني حتى لو ضعت انت يعني هيكله وشغل شغل طبعا شغل كل شوف منظم الى ابعد حد ممكن. انا لي فتره طويله للامانه ما رحت، انا طبعا حجيت 5 مرات ما شاء الله، ولا عجزت ترى احفظ المعلوميه ولا وبديت من قبل مثلا قبل الادوار قبل تصير ادوار الجمرات، وبعد السنه اللي بعدها صار في حداثة اكثر مثلا تنظيم افضل، السنه اللي بعدها تنظيم افضل، اخر سنه حجيت فيها شوف هذا الكلام ده قبل كم والله اعتقد انه قبل 10 سنوات اخر مره حجيت فيها اعتقد انه قبل 10 سنوات ان لم يخ اعتقد. اللي ما انسى انه فعلا كانت حجه سهله جدا يا رب لك الحمد، لدرجه كنت اقول هذا دلع الحمد لله ما شاء الله. يعني مخيم كان في فئه الف وقريب كان من الجمرات، وذيك الايام فئات بس ما ادري الان موجوده ولا ترى فعلا هي. انا منقطع عن تفاصيل الداخليه دي. الشباب الزملاء كانوا الاعلاميين ينزلون ما شاء الله، المشاعر كان مع الزملاء بندر مساعد ومكتب جده، فكانوا سنويا كنت الأمانة اتمنى اني اشارك معاهم لكن تحصل ظروف اني ما اشارك معاهم. أسلام. ففعلا اقول لك سبحان الله كانت حجه يعني منظمه مرتبه مريحه جدا. هذا قبل لا يشتغل القطار كما ترى، قبل القطار قبل الادوار. الآن أتوقع ودي فعلا أشوف واحد من الشباب تو حج العام مثلا ولا السنة ذي. أتوقع تبارك الله كل مالنا إحنا ما شاء الله تبارك الله في موضوع الحشود والأشياء هذه تبارك الله متميزين. أنا